بعد بحث طويل جدا لقيت أسرع متصفح في العالم، مش ببالغ والله لو قلت كده، لأنه حرفيا ده أسرع متصفح تقدر تنزله وتستخدمه عندك على الجهاز، ومتوافق مع كل إصدارات الويندوز وأي نظام تشغيل حتى ويندوز 7 شغال عليه بسرعة فائقة. المتصفح ده اسمه سوريوم براوزر، هنتكلم عنه بالتفصيل ونشوف ازاي تقدر تحصل عليه، ونتكلم عن المميزات الموجودة فيه. ما تروحوش بعيد، وانتظروا الشرح للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله من كل مكان، معكم أحمد رأفت من قناة المتخصص في المعلوميات. ندخل في موضوع الشرح على طول. زي ما أنا قلت، ده متصفح سريع جدا جدا، هوريك إزاي تنزله وتستخدمه، وأوريك المميزات اللي موجودة فيه، لأن أنت هتحس بفرق في سرعة المتصفح بتاعك، وهتخلي جهازك شغال معاك بسرعة عالية جدا إن شاء الله. رابط التحميل هسيبهولك في صندوق الوصف، أنا هخليك تحمله من الموقع ده، هتنزل لتحت كده. هنا طبعا بيديك شوية مزايا كده عن البرنامج، وان هو بيحسن لك من اداء فتح الصور داخل المتصفح، ان هو بيعمل لك اشكال كتير للخطوط المستخدمة داخل المتصفح نفسه، والمتصفح ده كمان بيدعم كل كروت الشاشة القديمة من شركة انتل. هفهمك يعني ايه النقطة دي، لكن هتنزل تحت زي ما انا قلت كده، هتلاقي هنا كلمة سيريوم ميني انستولر دوت اي اكس اي، هضغط عليها كده. اول ما هتضغط عليها بيبتدي زي ما انت شايف فوق عندك، ولو عندك انترنت داونلود مانجر هتلاقيه فتح لك القايمة وبينزل، لو مش عندك هتلاقيه بينزل لك فوق هنا. طبعا انا منزله قبل كده، ده ان شاء الله اللينك هسيبه لك في الديسكريبشن. بعد ما بتنزل البرنامج بيكون معاك بالطريقة او بالشكل اللي انت شايفه ده، هضغط عليه دبل كليك، انت هتحس بفرق جامد جدا، لانه فعلا اسرع متصفح هيتسطب معاك على الجهاز عندك، مش هتحس باي وقت خالص ان هو اتاخد. بعد ما اضغط دبل كليك انزل لك الملف بتاعه والفولدر بتاعه ده، هفتح كده الفولدر ده هتلاقي فيه اتنين ايقونه كده، هضغط على كلمة السيت اب بتاعت البرنامج. اول ما بضغط على السيت اب بيبتدي ان هو البرنامج يتسطب معاك اوتوماتيك لوحده، وبينزل وبيفتح وكل حاجه بتبقى معاك تمام على طول، وفتح معاك على واجهه جوجل. هنقفل خالص الواجهه دي دلوقتي، ادي البرنامج نزل هو اتسطب معانا على الجهاز بتاعنا. هتفتح كده البرنامج، بيعرض لك في الاول زي واجهه طبعا للبرنامج، وبيديك خصائص للبرنامج شويه كده. الواجهة الطبيعية هي جوجل طبعا، لو انت لما تيجي تفتح عندك، عشان انا كنت مسطبه قبل كده، هتلاقيه كده في فوق رسالة ترحيب هنا كده موجودة، وبيعرفك المزايا اللي موجودة فيه. وزي ما انا قلت ان المتصفح ده بيدعم كل كروت الشاشة القديمة من شركة انتل، يعني ايه؟ يعني الهدف من الميزة دي هتلاقيه في ناس كتير عندها كروت شاشة قديمة شوية، فلما كانت بتيجي بتشغل مثلا لعبة ما اونلاين او من خلال المتصفح نفسه، هتلاقي اللعبة دي كانت بتهنج معاه وبتقفل. بالفرق بين طبعا المتصفحات التانية، هتلاقي المتصفح ده شغال معاك دايما بسرعة عالية جدا. تاني حاجة ايه في المتصفح ده، وتاني ميزة بيدعمها، ان هو بيدعم جميع صيغ الفيديوهات من صيغة ال HEVC. دي صيغة طبعا، لان في مواقع كتير دلوقتي بسبب الذكاء الاصطناعي بقت تستخدم الصيغة دي، فان شاء الله المتصفح ده هيدعم لك الصيغة دي، ويبتدي يفتح معاك اي فيديو انت عايزه. طبعا في حاجات كتير جدا بيحسنها المتصفح ده اثناء التشغيل، انت هتحس ان الحاجات كتير دي كانت واقفه معاك وانت بتتصفح عادي، لكن بعد ما تنزل المتصفح ده هتلاقيه شغال معاك في كل حاجه. تمام يا شباب، لو احنا كده، دي زي ما انا قلت دي الواجهه الاساسيه بتاعته. لو انا هنا جيت كده على كلمه كاستمايز سوريوم، ضغطت عليها بيديك السمزات الموجوده للجهاز، لو انت عايز تغير اي سمز في الجهاز بتاعك بتبتدي ان انت تغيرها بالطريقه عادية. ومن فوق هنا كده، لو انا جيت على الثلاث نقط اللي فوق دول كده، دي طبعا كل الاعدادات اللي موجودة حاليا معاك على الجهاز، بيعرض لك كل حاجة موجودة زيها زي اي متصفح تاني، الداونلود والهيستوري والاكستنشنز اللي هي الاضافات والادوات بتاعت الجهاز والمتصفح والضبط والسيتنج بتاعه. لو انا كده ضغطت على كلمة سيتنج كده، تعالى نخش جوه شوية كده ونشوف جواه ايه. باجي هنا في خاصية جميلة جدا وهي برايفسي اند سكيورتي، لو انا ضغطت عليها كده بيديك هنا كده بيقول لك تشيك ناو للحاجة الموجودة على المتصفح، لو انا ضغطت عليها بيديك هنا اخر ابديت للمتصفح البراوزر
او الباسورد مانجر، اللي هي لو انت مثلا فاتح اي فيس، اي تويتر، انستا، اي حاجه من على الجهاز وعايز ان انت تخفي، او هو بيعمل على اخفاء الباسوردات دي. وهنا السيف براوزنج برضو دي خاصيه جميله جدا جدا، لو انا ضغطت عليها كده بيديك هنا 2 براوزنج للتشغيل. طب يعني ايه ده؟ في هنا ستاندرد بروتكشن وفي انهانسد بروتكشن. اول حاجه اللي هي معانا اللي هي الستاندرد بروتكشن دي بتديك جميع خصائص الجهاز عادي، او المتصفح عادي ان هو بيعمل لك تشيك لاي عنوان انت داخل عليه، بيحفظك من اي هجمات ضد التهكير او الكلام ده كله. ده الخطة العادية لتشغيل المتصفح، لكن انهانسد بروتكشن دي بقى حاجة جميلة جدا، وهي سرعة حماية، بيحمي لك الويب سايت اللي انت داخل عليه، بيحمي لك الداونلود بتاعك، وبيديك اضافات كتير جدا للبرنامج بتاعك. وزي ما انت شايف اهو كل دي اضافات موجودة، يعني يقدر بيحمل من اي موقع كمان انت بتبتدي تحمل من عليه اي حاجة، وبيخفي لك الباسوردات ممكن تتكشف، او اي برامج ضارة ممكن تنزل ما بينزلهاش. يعتبر هو بالاسم فعلا برنامج حماية كامل اثناء تصفحك على الانترنت. يبقى احنا ممكن نسيبها على انهانسند طبعا بروتكشن، لان دي افضل حاجة انت تقدر تستخدمها. اجي هنا تاني حاجة اسمها بيرفورمانس، طبعا دي بيديك ايه؟ بيديك هنا الميموري دي ان هو بيقفل لك الصفحات الكتير. يعني انت فاتح كذا نيو تاب فوق كده يا شباب، وانت مفعل البيرفورمانس دي بيبقى في كذا صفحة هنا انت فاتح شغل عليها مثلا، هو مش بيوقفها ماشي، هو مش او مش بيقفلها، هو بيقفها بس حاليا عن العمل لغايه ما انت اللي تعمل لها اعاده تنشيط. يعني انت فاتح حاجه، لو انت فاتح اي متصفح بسافه ما بتفتح كده بيفضل يحمل معاك، طبعا كل ده ضغط على الرامات عندك على الجهاز والبروسيسور، لكن هو بيوقفها لك، انت لازم تفتح النيو تاب وتعمل اعاده ريفرش كده بحيث يبتدي يحمل لك النيو تاب المفتوحه دي. فدي بصراحه خاصيه جميله جدا. في ايه تاني هنا؟ لو انا جيت دخلت على السيرش انجن، لو انا ضغطت عليها برضو دي خاصية جميلة جدا، بيقولك انت عايز انهي متصفح او انهي واجهة. تقدر ان انت لما تفتح المتصفح تلاقيها، طبعا احنا بنختار جوجل لانه جوجل يعتبر اسرع متصفح او اسرع صفحة تقدر تفتحها على المتصفح السيريوم براوزر، بحيث ان هو بيكون سريع معاك. في ايه تاني هنا؟ على كلمة ابيرنس دي لو انا ضغطت عليها كده بيبتدي ان هو هنا بيديك الخصائص بتاعت او السمزات او الكلام كله الموجود على السمزات بتاع السيريان براوزر. لو انا جيت هنا على كلمة سيمز كده وضغطت على السهم ده بيحولك للمتجر الخاص او السمزات الموجودة المجانية للبرنامج، ان انت تقدر تنزل اي سيمز وواجهة افتتاحية للبرنامج كلها مجانية. طبعا بتبتدي ان انت تنزل الواجهة اللي انت عايزها لو انت عايز تنزل اي سيمز خاص بالجهاز بتاعك انت. في ايه تاني معانا برضو نقدر نتكلم عليه؟ الاكستنشنز اللي هي الاضافات دي، طبعا لا دي بينزل لك هنا شوية اضافات مع المتصفح انت بتستخدمها في حياتك اليومية، ودي طبعا خاصية جميلة جدا. يعني مثلا بينزل لك الادب اكروبات، بينزل لك البي دي اف فيور لو انت هتعرض ملفات بي دي اف، الجوجل دوكس لو انت عايز تعمل خلق او تعديل على اي ملف وورد دوكس عندك اوفلاين، بينزلك الاونلاين سيكيورتي، طبعا ده حاجه خاصه بالجهاز. طب انا يا عم احمد لو عايز انزل اضافه دلوقتي مثلا هنزلها منين واثبتها؟ لو انا جيت هنا كده على كلمه الثلاث نقط دول ودخلت على اكستنشن دي كده ودوست على فيزيت سيريوم ويب ستور، ده كده يعتبر ايه؟ ده المتجر الخاص او الاضافات الخاصه ببرنامج سيريوم، وسريع جدا زي ما انت شايف بيبتدي يعرض لك جميع الاضافات الموجوده سواء كانت على المتصفحات التانية بل زيادة كمان. هنا لو انا مثلا جيت دخلت على كلمة جوجل ترانسليت دي كده وقلت لها اد تو كروم تشيكينج، بيقول لي هنا اد اكستنشن، بعمل اضافة للميزة دي على برنامج سيريوم، اقدر اعمل اي ترجمة لاي كلام عندي، بقول له تيرن اون سينكرونيزيشن يعني اعمل لي تزامن معاها مع المتصفح ده، مش مهم ان انا ادخل اي ايميلات. ولو انا دوست كده على كلمة نيو تاب وجيت هنا كده دي طبعا علامة الاضافات اللي بتبقى موجودة اكستنشن زي، لو انا ضغطت عليها اهو كلمة جوجل ترانسليت هي ببتدي ان انا اترجم اي حاجة انا عايزها وانا موجود على الصفحة اللي انا موجود عليها. حرفيا المتصفح ده سريع جدا وهيفرق معاك في جميع شغلك على الانترنت او جميع الالعاب او البرامج او الفيديوهات اللي انت بتشتغلها. البرنامج جميل ورائع جدا، وان شاء الله هنجربه مع بعض، ولو في عندك اي رأي تاني سيبهولي في الكومنتات.
يا رب يكون الدرس سهل وعجبك، وما تنسانيش وتنزل تعمل لي لايك على الفيديو وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.